أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لهذا اليوم: الله أكبر. حجاج بيت الله الحرام يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. لابيد يقول إن بايدن سيحمل خلال جولته المقبلة رسالة من إسرائيل إلى السعودية، ويحرض على تجديد العقوبات على إيران، ويقول: نحتفظ بحرية العمل ضد برنامجها النووي. منظمات دولية ترفض مشاركة فرق إسرائيلية في سباق الدراجات الفرنسي الشهير تور دي فرانس، وناشطون يرفعون أعلام فلسطين ويصفون إسرائيل بالنظام العنصري. رئيسي يجدد للأسد دعم إيران المطلق لمحور المقاومة وخاصة سوريا، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها. الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 100 عنصر أوكراني، وإسقاط 3 مقاتلات، واستهداف المزيد من راجمات الصواريخ الأمريكية. تراجع الاحتجاجات في سريلانكا بعد موافقة الرئيس على الاستقالة الأسبوع المقبل، ومتظاهرون أحرقوا منزل رئيس الحكومة لحثه على خطوة مماثلة. نستهل الظهيرة من مكة المكرمة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. إذن يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق الموافق ثاني أيام عيد الأضحى، حيث يعود الحجاج إلى منى لرمي الجمرات قبل المبيت في منى. وكان حجاج بيت الله قد أتموا بيت الله الحرام قد أتموا أمس مناسك الحج الرئيسية في مشعر منى بعد الرجم وتقديم الهدي والتحلل من الإحرام. وكان الحجاج قد أقاموا صلاة الفجر في المسجد الحرام بعد أن باتوا ليلتهم في مزدلفة لجمع الجمرات. وهذه المشاهد مشاهدينا هي مشاهد مباشرة من بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، وهم الآن باتوا في أول أيام التشريق كما ذكرنا قبل قليل. بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا مشاهدينا كانت هذه مشاهد مباشرة من بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج. للحديث عن المناسك المتبقية عن أيام التشريق أيضا ينضم إلينا من الخليل مفتي محافظة الخليل وخطيب الحرم الإبراهيمية شيخ محمد ماهر مسودة. سمحت الشيخ أهلا بك معنا، كل عام وأنت بخير، أضحى مبارك. إذا نحن نتحدث اليوم عن أول أيام التشريق الموافق ثاني أيام عيد الأضحى. بداية نتحدث عن هذه الأيام، أيام التشريق، يعني نريد أن نعرف عنها أكثر، وماذا عن بقية مناسك الحج المتبقية بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام حتى يتموا حجهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله، كل عام وأنتم والمستمعون جميعا بألف خير. هذا اليوم هو أول أيام التشريق، وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وعيد الأضحى يبدأ العاشر من شهر ذي الحجة ويستمر 4 أيام. أول 3 أيام من أيام العيد
تسمى أيام النحر يعني الذبح، وآخر ثلاثة أيام من الأربعة أيام تشريق. أول يوم النحر يكون فيه ذبح الهدايا والضحايا وتقديمها للفقراء والمساكين وللأهل وللمحتاجين. وثاني يوم من أيام العيد يسمى بيوم التشريق، ذلك أنه في الزمن الماضي لم يكن هنالك ثلاجات للاحتفاظ باللحوم، فكانوا يشرقونها يعني يعملوها زي الحبال ويضعوها في الشمس المشرقة يملحوها بيأددوها، ولما بتنشف بياخذوها شو بيسووا يحتفظوا فيها بوقت الحاجة، بنقعوها بالمية وبطبخوها، هذا يسمى التشريق. سميت هذه الأيام بأيام التشريق لتقديم لحوم الأضاحي للشمس المشرقة، وأيضا خصت هذه الأيام برفع الصوت بالتكبير والذكر. إذن أيام العيد أربعة، أول ثلاثة أيام ذبح وآخر أيام ثلاثة أيام تشريق. ثاني يوم هذا اللي هو ثاني يوم ثاني أيام العيد ذبح وتشريق، هو أول أيام التشريق. ثالث يوم اللي هو غدا يكون ثاني أيام التشريق وثالث أيام العيد، ويسمى أيضا بيوم النفر الأول، يعني الحجاج المتعجلين يستطيعوا غدا إنهم يعني بعد ما يقدموا يعني ثالث أيام العيد يكون هو ثاني أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يستطيع يرجم وبعدين يروح خلص. يعني الآن هي عودة للحجاج إلى منى لرمي الجمرات قبل المبيت أيضا؟ لا، هو اللي بصير إنه المبيت واجب في أيام التشريق، المبيت واجب، وعلى المبيت يمكن بعد منتصف الليل ويرجم الجمرات الثلاثة. أول يوم بيكون اللي هو أول أيام العيد يرمى فيه جمرة العقب الكبرى فقط. ثاني يوم العيد بنقوله أيام التشريق يرمى فيه الثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. ثالث يوم أيضا الصغرى الوسطى والصغرى والكبرى، واللي بده يظل لرابع أيام التشريق اللي هو ثالث لرابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق يستطيع يرجم أيضا الثلاث، واللي بده يتعجل بثلاث أيام العيد اللي هو ثاني أيام التشريق يرجم الصغرى والوسطى والكبرى ولا يبقى لغروب الشمس، يعني قبل ما تغرب الشمس بده يكون في مكة، بذلك يكون قد أتم حجه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليك، ومن تأخر يعني اليوم الرابع من أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق بيرجم الثلاث جمرات وبروح على مكة، وبذلك بيكون أتم واجبات الحج اللي هي طبعا عندنا المبيت في منى ليالي التشريق والرجم، أول يوم جمرة العقبة الكبرى، ثاني يوم الصغرى والوسطى والكبرى، ثالث يوم الصغرى والوسطى والكبرى، وآخر يوم هم من أيام التشريق أيضا الصغرى والوسطى والكبرى لمن أراد أن يتم هذا اللي يعني هذه النسك. طبعا هذه الأيام أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، أيام فيها ذبح الأضاحي والأكل والشرب، أيام أكل وشرب وبعال، هذه بالنسبة لأيام عيد الأضحى المبارك. طيب نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاجنا وأنه يكتب لنا ولجميع المستمعين أن نكون في مثل هذه الأيام في المشاعر المقدسة، وأن يتقبل منا حجنا ورجمنا وسعينا وطوافنا، إنه سميع قريب مجيب. أمين. سمحت الشيخ قبل أن أختم معك نريد أن نسألك عن أجواء يعني عيد الأضحى المبارك في فلسطين المحتلة، كيف هي أجواء العيد اليوم وكيف يمضي الفلسطينيون عيدهم خاصة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عمليات القمع وعمليات اضطهاد الفلسطينيين في أرضهم؟ يعني برغم هذه الأحداث الجسيمة اللي بتمر فيها الأراضي الفلسطينية، إلا أن يعني الفلسطينيين يهتمون بهذه الشعائر وبعيد الأضحى المبارك، يؤمون المساجد، يعني هنا صلى في المسجد الأقصى أكثر من 150 ألف صلاة العيد. أيضا عندنا الحمد لله في الحرم الإبراهيمي كانت صلاة، أنا كنت عند الخطبة في الحرم الإبراهيمي وكان المسجد مليء جدا، وفي الخارج يعني حتى إنه يعني العمليات التضييق اللي بيسووها الجيش الإسرائيلي خلت يمكن أكثر من ثلث المصلين خارج حدود الأماكن اللي فيها التفتيش وفيها كذا، يعني لو دخل كان العدد تضاعف يعني. فإحنا الح...
التي تزال على الصلوات وعلى إعمار المسجد الأقصى، اللي إحنا بنعتبره جزء من عقيدتنا، بنعتبر الأماكن اللي بتصير فيها هذا التفتيش بالحج والتضييق هذا أمر كله يعني اعتداء، نعتبره إرهاب. ونعتبر إحنا إن الحرم الإبراهيمي هو مسجد خاص للمسلمين، لا كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإحنا أهل مدينة خليل الرحمن بيعتبروا إنه استلاف الحرم الإبراهيمي خاصة في الأعياد أمر مهم جدا، يعني بيعتبر الفلسطيني والخليلي إنه لو ما صلى في الحرم يكون ناقصه شيء كبير جدا. ولذلك الحمد لله إحنا متمسكين بوجودنا في مدينة الخليل، متمسكين بحرم إبراهيم الخليل، وبنعتبره إن هذا المسجد هو عنوان وجودنا، وإنه سيدنا إبراهيم الخليل هو أول المسلمين، هو اللي سمانا بالمسلمين، ونحن بنتمسك بهذا المكان وهذا المسجد وهذه المدينة، ورغم كل ما يقوم به هذا الاحتلال من ظلم وعدوان ومنع وحشر وكذا، لكن إحنا نعتبر إنه هذه الأرض هي أرضنا، وهذا المسجد هو مسجدنا، وهذا الإبراهيمي الإبراهيم الخليل هو أول المسلمين، هو اللي سمانا بالمسلمين. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ محمد ماهر مسودة، مفتي محافظة الخليل وخطيب الحرم الإبراهيمي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة الخليل. كل عام وأنت والشعب الفلسطيني بألف خير. نبقى في أجواء العيد وإلى إيران، حيث تسعى دار كهريزيك للمسنين وذوي الإعاقة التي تعد من أكبر دور المسنين في طهران، وتقيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك مراسم خاصة هدفها إدخال البهجة والسرور على قلوب نزلائها. تقرير لملحم رأي. بحنين يتوقون إلى ما لا يستطيعون إليه سبيلا، جلهم مقعدون أو بلغوا من الكبر عتيا، تصدح أصواتهم بلبيك اللهم لبيك، ومن خانه صوته مرضا لا تخفي عيناه هذا العشق، حتى ولو كان الطواف رمزيا في عيد الأضحى المبارك. مشهد يختصر الكثير من المشاعر والأحاسيس والأمنيات أيضا في هذا المأوى في جنوب طهران، علّه يلبي رغبة لن تتحقق ولو بشكل افتراضي. تأسس هذا الدار منذ 50 عاما، وغالبية الموجودين هنا غير قادرين على الذهاب للحج، لذلك وضعنا مجسما صغيرا رمزيا للكعبة الشريفة، هو عمل فني لإسعاد كبار السن وذوي الإعاقة. منذ ساعات الفجر الأولى صبيحة العيد يبدأ موظفو الدار بالتعاون مع متطوعين العمل على استلام التبرعات للأضاحي حضوريا أو عبر الإنترنت، والتي ناهزت قيمتها هذا العام 2000 أضحية. تجمع الأضاحي في مكان خاص وبمراقبة صحية من قبل أن تتم عملية الذبح تمهيدا لتوزيعها على عدد كبير من دور العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات مختلفة. تتم مراقبة الأضاحي قبل الذبح وخلاله وبعده، وكل شيء ينبغي أن يتم بصورة صحيحة لمنع انتقال الأمراض، وغالبية العمال هنا من المتطوعين. يقام العديد من الأنشطة في هذه الدار حتى لا تكون الإعاقة حاجزا أمام الطموح، كل الأعمال الفنية هنا صنعت بيد هؤلاء، فلا يأس مع الحياة كما يقولون. ملحم ريا، طهران، الميادين. إلى فلسطين المحتلة، حيث يواصل الفلسطينيون وخلال إحيائهم عيد الأضحى التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال التي اعتقلت فجر اليوم 5 شبان خلال حملة مداهمات
في الضفة الغربية. هذا وكان الفلسطينيون قد تصدوا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في عدد من مناطق الضفة الغربية، كما تصدوا ببطولة لاعتداءات الاحتلال قرب بلدة كفر قدوم في قضاء قلقيلية. وبالتزامن مع عيد الأضحى لا يزال آلاف الأسرى يقبعون داخل سجون الاحتلال، حيث يقبع 4800 أسير محرومين من فرحة أحياء طقوس العيد وشعائره الدينية بين أهلهم. هذا فيما يواصل الأسير رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 94 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وقد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة وضعه الصحي، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال ترفض نقله إلى المستشفى. كما يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استأنفه قبل أيام احتجاجا على تراجع الاحتلال عن الإفراج عنه. بالتوازي يواصل كيان الاحتلال مساعيه التطبيعية مع السعودية. وقد كشف رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية يائير لابيد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيزور المنطقة بعد أيام سيتوجه مباشرة من القدس المحتلة إلى السعودية. وقال لابيد إن بايدن سيحمل معه رسالة سلام وأمل من إسرائيل على حد تعبيره. وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية قال لابيد إن إسرائيل تمد يدها إلى جميع دول المنطقة وتدعوها إلى إقامة علاقات معها وإلى تغيير التاريخ على حد تعبيره. وفي الشأن الإيراني قال إن تل أبيب تحافظ على حرية عمل كاملة ضد البرنامج النووي الإيراني. إننا في بداية أسبوع تاريخي. بايدن هو أحد أفضل الأصدقاء الذين عرفتهم إسرائيل على الإطلاق في السياسة الأمريكية، وهو الشخص الذي قال عن نفسه: ليس عليك أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا، أنا صهيوني. هذه الزيارة ستتناول المخاطر بالإضافة إلى الفرص، وسيركز بحث المخاطر أولا على ملف إيران بعد أن تم الكشف بالأمس عن أن إيران تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة، وذلك في تناقض صارخ مع الاتفاقات التي وقعتها. إسرائيل من جهتها تحتفظ بحرية العمل والرد الكاملة سياسيا وتنفيذيا في محاربة البرنامج النووي الإيراني. الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة أدخلت القيادة الإسرائيلية في سباق مع الزمن لتوظيفها في تحقيق أكبر قدر ممكن من المطالب والإنجازات في المستويات كافة. مروحة التوقعات والأمال الإسرائيلية المعلقة على زيارة بايدن الأولى إلى المنطقة منذ توليه منصبه، وإن تعددت عناوينها ومسمياتها، فإن هدفها بحسب معلقين واحد، وهو إيران. من ناحية إسرائيل أساس الزيارة إضافة إلى التعاون وربما الخطوات الصغيرة نحو التطبيع مع السعودية هو إيران، ولا سيما في ظل التقدم في تخصيب اليورانيوم. إن تقدم نسبة تخصيب اليورانيوم في فوردو هو أمر يقلق جدا المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ولا شيء يمنع أن يطرح الأمر أيضا خلال زيارة بايدن. التوظيف الإسرائيلي للزيارة في البعد الإيراني جاء في ظل الحديث عن مساعي إسرائيلية لاستغلال الزيارة أيضا في اتجاه تقارب علني وعلى المستوى العسكري مع السعودية.
لدينا مصلحة كبيرة لتوسعة دائرة الدول التي لديها علاقات طبيعية معنا، والسعودية بالفعل هي الدولة الأهم. نحن نبذل الكثير من الجهود كي يكون لدينا معها علاقات طبيعية وتطبيع كامل، وأمل أن يحصل هذا. وفي ضوء القلق الإسرائيلي من تنامي قدرات إيران الصاروخية والجوية غير المأهولة، تتزايد الإشارات والترشيحات الإسرائيلية عن قيام بايدن بالإعلان عن تشكيل منظومة حماية جوية تكون السعودية ودول عربية أخرى شريكة فيها، ويكون لإسرائيل في هذه المنظومة موقع قطب الراحة. المحاولات الإسرائيلية الرسمية لإعطاء الزيارة أبعاداً مهمة سياسية وأمنية واستراتيجية لم تقنع معلقين وخبراء قابلوها باستخفاف، حيث وصفوها بالزيارة المملة وعديمة الأهمية بسبب وضع بايدن من جهة، لأن الجمهور الإسرائيلي من جهة ثانية منشغل بأمور أخرى تماماً. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تفاخر في مقالة له على الواشنطن بوست بأنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر من فلسطين المحتلة مباشرة إلى السعودية التي وصفها بأنها شريك استراتيجي. وتحت عنوان لماذا سأذهب إلى السعودية، قال بايدن في مقالته إن زيارته المرتقبة إلى المملكة والمقررة يوم الجمعة المقبل ضرورية لمواجهة روسيا والصين ولتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط كما قال. وأضاف أن الهدف هو بدء فصل جديد وواعد للدور الأمريكي في الشرق الأوسط ولتعزيز المصالح الأمريكية. إلى ذلك، رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن السعودية أعطت إشارة ذات أهمية بالغة بخصوص العلاقة مع إسرائيل عبر اختيار الشيخ محمد العيسى لإلقاء خطبة عرفة. محلل شؤون العربية في القناة 12 العبرية قال إن الإشارة كانت باتخاذ ملك السعودية وولي عهده محمد بن سلمان قرارا بإلقاء من يسمى الإمام الصهيوني محمد العيسى وفق تعبيره الخطبة الرئيسية خلال الحج. صحيفة بوليتيكو الأمريكية توقعت أن تكون إسرائيل هي الرابح الحقيقي من لقاء بايدن مع ولي العهد السعودي. الصحيفة التي كشفت أن الاندماج على كل المستويات لمواجهة التهديدات في المنطقة هو أحد الموضوعات الرئيسية للزيارة، لفتت إلى أن بريك ماكغورك المقرب من مسؤولين خليجيين وإسرائيليين هو المعني الأول في صياغة السياسات الخارجية لبايدن، والذي بصدد الدفع لفرض مزيد من العقوبات على إيران بحسب الصحيفة. ومع اقتراب زيارة بايدن إلى المنطقة عاد الحديث عن المشروع الإسرائيلي الاستيطاني الأخطر في الضفة الغربية. والمشروع فوتون هو A1، وهو مشروع استيطاني يقام على مساحة 12 كيلومترا مربعا للربط بين مستوطنة معالي أدوميم ومدينة القدس. يفصل المشروع الاستيطاني وسط الضفة الغربية عن شمالها ويهدد بلدات مقدسية بالزوال ويرسخ التغيير الديموغرافي للمنطقة لصالح الإسرائيليين. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن المشروع سيقوض إقامة دولة فلسطينية. من بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام. أهلا بك ناصر. زيارة بايدن إلى المنطقة وبداية إلى الكيان الإسرائيلي لها عناوين كثيرة، لكن أبدأ مباشرة من الشأن الفلسطيني. هناك تشاؤم فلسطيني من هذه الزيارة، ما المتوقع من الزيارة وما الردود المحتملة أو الموضوعة من قبل الفلسطينيين على ما ستنتج عنه هذه الزيارة من سلب جديد لحقوق الفلسطينيين؟ تحياتي فتون. الفلسطينيون ولا أي كاتب ولا أي صحفي ولا أي مدون راهن على الموقف الأمريكي أو الإسرائيلي، وإنما النخبة الفلسطينية تنقسم إلى قسمين. قلة تراهن على رفض السعودية لمخطط التطبيع الواقع الذي تقدمه إدارة بايدن، وهناك من يقول بأن الأمور يعني طبخت بالكامل وأن هذا تحصيل حاصل. والحقيقة لا تزال العناوين التي نقراها هي عناوين أمريكية وإسرائيلية،
وربما من دول التطبيع الأخرى، لكن لا تزال الكرة في الملعب السعودي، والسعودية هي التي ستقرر شكل المنطقة وعلاقاتها مع إسرائيل ما بعد زيارة بايدن الجمعة القادمة. نقطة أخرى، هناك على الأرض إسرائيل تحاول أن تواصل التمثيلية كما قلنا صباحا، هناك 4 مروحيات عسكرية كانت تعوم فوق بيت لحم قبل قليل، هناك تفتيش للشوارع وللطرقات وتجديد الحراسة على الطرقات بين بيت لحم والقدس والطرق الالتفافية، في إشارة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تسيطر أمنيا على برنامج زيارة الرئيس الأمريكي. الفلسطينيون بالإضافة إلى أنهم تحت رقابة، إلا أن هناك حملة اعتقالات وبدعوة عدم وقوع عمليات تطلب إسرائيل مزيد من التنسيق الأمني مع السعودية. طيب أيضا هذه الزيارة تأتي في إطار ترسيخ مظلة دفاعية إسرائيلية مع دول الخليج وزيادة الضغط على إيران. ماذا في هذه الأجندة وكل التصريحات الإسرائيلية التي سمعناها في هذا الصدد؟ منذ تسلم يائير لبيد رئاسة الحكومة الإسرائيلية فتون، منذ تسلمها لا يوجد على لسانه سوى إيران. إيران هي الشغل الشاغل ليائير لبيد وللحكومة الإسرائيلية المؤقتة، وهذا يدل على عدم وجود حلول وتحميل إسرائيل وتل أبيب جميع الأعباء على إدارة بايدن فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران، لأن أمريكا وإيران لم تنجح الآن تراهن إسرائيل وأمريكا. ناصر، على تحميل هذه المسؤولية للدول العربية أن تدفع مالا وتشتري منظومة. طيب الصوت يتقطع معك ناصر اللحام، بكل أحوال شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا مباشرة من بيت لحم. إلى إيران، حيث أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن ضخ الغاز في 1000 من أجهزة الطرد المركزي IR6 بدأ قبل أسبوعين على الأقل وبعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد كمالوندي على أن حصول بلاده على تخصيب بنسبة 20% من سلسلة أجهزة الطرد المركزي الحديثة هو الجزء التقني الأخير للإجراء المعلن عنه مسبقا، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الدولية ركزت بشدة على هذا الخبر لأهداف محددة. في إيران أيضا، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره السوري بشار الأسد أن بلاده تدعم الاستقرار والسلام في سوريا وترفض أي تدخل أجنبي فيها. وفي اتصال هاتفي بينهما للتهنئة بحلول عيد الأضحى، شدد الرئيس الإيراني على مواصلة دعم بلاده محور المقاومة وخاصة سوريا. بدوره أكد الرئيس الأسد أن الأعداء يضعفون يوميا أمام محور المقاومة، مشيرا إلى أن طهران ودمشق على جبهة واحدة. إلى اليمن، حيث أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد ناصر العاطفي أن الكيان الصهيوني يمر بأسوأ حالاته. العاطفي وخلال زيارته الجيش واللجان الشعبية في جبهة الصرواح غربية محافظة مأرب، أشار إلى أن إسرائيل هربت إلى دول تحالف العدوان ليحموها، فيما دول العدوان تهرب وتهرول وتطبع معها لتحميها. ولفت العاطفي إلى أن هناك مؤامرة كبيرة على اليمن من قبل هذه الدول، مشيرا إلى أن المؤامرة هذه تخدم الكيان الصهيوني. هذا وشدد على أنه إذا استمرت دول تحالف العدوان في عدوانها ضد الشعب اليمني، فإن اليمنيين سيقتلعون عروشهم المتصهينة من الجذور بحسب قوله. مشاركة فريق إسرائيلي في سباق الدراجات الفرنسي الشهير تور دو فرانس فرضتها أو رفضتها منظمات دولية. عبد الرحمن، هذه المنظمات فتون تعتبر أن مشاركة الإسرائيليين في السباقات الرياضية محاولة لتبييض صورتها أمام الرأي العام العالمي. فحضرت هذا السباق الذي مر في مدينة لوزان السويسرية مع أعلام فلسطينية وشعارات تصف إسرائيل بنظام الأبرتهايد مساعي من مدينة لوزان السويسرية.
تور دي فرانس أو سباق الدراجات الفرنسي الأكثر شهرة عالميا بات مناسبة سنوية تشارك فيها إسرائيل بفريق رياضي ضخم لإظهار نفسها أمام العالم دولة طبيعية مسالمة ولإخفاء طابع العنصرية ونظام الأبارتايد الذي تمارسه على الفلسطينيين، كما تقول منظمات سويسرية وأوروبية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي. هذه المنظمات قررت فضح محاولات إسرائيل لتبييض صفحتها، فحضر الناشطون تور دي فرانس أيضا، ولكن مع أعلام فلسطين وشعارات ضخمة تصف إسرائيل بنظام أبارتايد. استراتيجية إسرائيل من خلال المشاركة في تور دي فرانس أو المناسبات الدولية الأخرى هو التسويق لنفسها وعكس صورة إيجابية عنها أمام الرأي العام العالمي. نحن سنواجه هذه المحاولات لأن دولة تقتل الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما. المنظمات المناهضة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي نددت أيضا بسياسة منظمي سباق تور دي فرانس المزدوجة المعايير. لقد تم طرد الفرق الروسية من هذا السباق ومن كأس العالم وغيرها، وفي المقابل لا أحد يجرؤ على مواجهة إسرائيل، فنراها اليوم هنا مع فريق وسيارات بأعلام إسرائيلية، ولديهم هناك خيمة للتسويق لهذا الكيان. لقد أرسلت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية رسالة منذ سنوات إلى منظمي تور دي فرانس تشرح فيها ما تقوم به إسرائيل وتطلب منعها من المشاركة، لكنهم لم يأبهوا لذلك. ومنذ صدور تقرير أمنستي انترناسيونال الذي يصف إسرائيل بنظام أبارتهايد، تؤكد المنظمات المناهضة للتمييز العنصري الإسرائيلي أنها ستشارك في كل المهرجانات الدولية التي ستشارك فيها إسرائيل لفضح إجرامها ونظامها العنصري أمام العالم. التنديد بمشاركة فريق إسرائيلي في سباق تور دي فرانس جزء من حملة واسعة تطال أيضا مجالات الثقافة والفن وغيرها. هذه الحملة يرى فيها المنظمون الأوروبيون الداعمون للفلسطينيين وسيلة أساسية لمواجهة نظام الأبارتايد الإسرائيلي وكشف جرائمه على الساحة الدولية. موسى عاصي، لوزان، الميادين. ولا مشاهدينا إلى آخر التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن السلاح الجو تمكن من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية والقضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم أن القوات الروسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز للقوات أو لوحدة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الذخيرة في مدينة سلايفيانسك. كذلك استهدفت القوات الجوية الروسية 17 مركز قيادة و4 وحدات من قاذفات صواريخ جراد المتعددة، بالإضافة إلى مخزني أسلحة مع مدافع هاوتزر أمريكية الصنع. وكانت قوات لوغانسك العسكرية المدعومة من القوات الروسية قد سيطرت على منطقة غريغوركوفا أو غريغوفكا بكاملها. سفير لوغانسك لدى روسيا أعلن أن وحدتها واصلت التحرك نحو سيفيرسكا بعد شنها هجوما مباغتا من الجهة الشمالية، وأضاف أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على الصمود، ولا سيما أن العديد من العناصر الأوكرانيين بدأوا بالانسحاب من جراء الضربات المكثفة. للحديث أكثر مشاهدين عن هذه التطورات الميدانية معنا من العاصمة الروسية موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي. أهلا بك معنا سلام. إذن وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تقدم ميداني على الأرض، وبنفس التوقيت أيضا استهداف لأسلحة غربية تحديدا أمريكية تم تقديمها إلى أوكرانيا. ما أهمية التقدم الحاصل على الأرض وأهمية أيضا استهداف هذه الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا؟ أهلا بك عبد الرحمن. طبعا في التكتيك العسكري الروسي لا جديد، عملية قضم الأراضي وفرض السيطرة على المزيد والمزيد من هذه الأراضي عملية تجري بشكل مستمر،
خاصة بعد أن استطاعت القوات الروسية والقوات الرديفة من السيطرة على مناطق واسعة وتحرير عمليا معظم أراضي جمهورية لوغانسك وجزء كبير من جمهورية دونيتسك، وأيضا فرض السيطرة على مساحات داخل العنصر الأوكراني أيضا. فلذلك من الناحية التكتيكية هذه العملية تجري بشكل مستمر وتتطور، ومن الطبيعي هذه العملية ترافقها عمليات أخرى، عمليات استخبارية لتحديد مواقع القوات الأوكرانية وخاصة الكتائب المتطرفة، وأيضا تحديد مواقع الأسلحة ولا سيما الأسلحة التي تصل باستمرار من الغرب. وكان هناك استهداف واضح للمدفعية الأمريكية التي وصلت في الآونة الأخيرة، وأيضا كان هناك خبر بالأمس حول استحواذ القوات الروسية على مدفعية وصلت إلى أوكرانيا من فرنسا، تم يعني السيطرة على موقع عسكري والحصول على هذه المدافع. لذلك من هذه وجهة النظر هذه أن القوات تنفذ مهامها بشكل ناجح كما تؤكد القيادة العسكرية الروسية، وتستمر في تطوير الهجوم من أجل يعني أولا السيطرة بشكل كامل على كافة أراضي دونباس، وأيضا من أجل تنفيذ المهمات العسكرية. طبعا نحن يجب أن نفهم أن هذه العمليات أيضا ترافقها عمليات مدنية تتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية في المناطق المحررة، وهذه عملية لا تقل يعني أهمية عن الجانب العسكري. فلذلك من وجهة النظر هذه هناك يعني عمل حثيث أيضا على الجانب الإنساني، وأيضا تستمر عملية إجلاء المدنيين سواء كان من مناطق دونباس أو أيضا من المناطق الأوكرانية إلى داخل الأراضي الروسية لاستكمال السيطرة على تلك المناطق وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها وإعادة كان إلى مناطق تسليم، وأيضا تجري عمليات سياسية على الأرض المناطق التي تم السيطرة عليها خاصة في أوكرانيا من أجل إعادة الحياة بشكل طبيعي في إطار ما تسعى روسيا إليه من إقامة يعني أجواء نعم. سياسية واجتماعية ومدنية في أوكرانيا. نعم عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في العاصمة الروسية موسكو سلام العبيدي، حدثتنا عبر الهاتف من موسكو. من جهته قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه لا يجوز تجميد قنوات الاتصال مع موسكو، وأن وزارته تحافظ على اتصالاتها مع نظيرتها الروسية. وردا على سؤال صحيفة الجورنال حول ما إذا كان هناك حوار حاليا بين روسيا وفرنسا في المجال العسكري، قال لوكورنو إن فرنسا لا تحارب روسيا، مؤكدا الحفاظ على اتصالات مع الموظفين العسكريين والمدنيين الروس. وإلى ذلك قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه جرى وضع الموازنة العامة في فرنسا في حالة تأهب. وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماعات الاقتصادية حذر لومير من تأثير أزمة الطاقة على الفرنسيين خلال الشتاء المقبل، وأكد أن الضغط على الطاقة تسبب في زيادة عبء الديون بقيمة 12 مليار يورو. فلنتجهز لانقطاع نهائي لإمدادات الغاز الروسية، هذا الخيار الأكثر ترجيحا اليوم، وهذا يفترض منا تسريع استقلاليتنا في مجال الطاقة وتسريع إعادة تكوين احتياطاتنا من الطاقة. نحن أمام خيارات معقدة لا يمكننا الاستمرار في تدفئة أنفسنا والتنقل كما لو أن شيئا لم يحدث. يجب توفير توازن للسيطرة على الأسعار، ومن المفترض أن يدفع الفرنسيون زيادة بنسبة 30% على أسعار الكهرباء و 50% على أسعار الغاز. إلى بريطانيا، حيث لا تزال مستمرة تداعيات الأزمة الأوكرانية على البلاد على مختلف الأصعدة. ورجحت صحيفة ديلي ميل أن ترتفع فواتير الكهرباء للأسر البريطانية ما يهدد الملايين بالفقر. وبحسب الصحيفة نقلا عن توقعات شركة الاستشارات كورنوال إنسايت، فأن الحد الأدنى لسعر الغاز والكهرباء الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة البريطانية للمستهلكين سيرتفع من الرقم القياسي الحالي نحو 1900 إلى أكثر من 3000 جنيه استرليني مع بداية العام المقبل. يأتي ذلك فيما تستمر الأزمة السياسية الداخلية، وقد أفادت صحيفة التلغراف بأن رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون يفكر في اعتزال الحياة السياسية
بشكل نهائي. الصحيفة ونقلا عن مصادر مطلعة قالت إن جونسون ليس متأكدا من ضرورة الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أنه لا ينوي في المقابل التنازل عن منصبه البرلماني في الوقت الحالي لتجنب إجراء انتخابات فرعية لمجلس العموم والتي قد تنتهي بفوز مرشح المعارضة وفق الصحيفة. كذلك كشفت صحيفة تلغراف أن وزير الخارجية السابق جيرمي هانت ووزير الصحة ساجد جاويد انضما إلى سباق خلافة جونسون. وكان وزير النقل البريطاني جرانت تشابس ووزير المالية ناظم الزهاوي قد أعلنا الترشح لقيادة حزب المحافظين وتأليف حكومة جديدة خليفة لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، ليصل بذلك عدد المتنافسين المعلنين إلى 8. لم تمضي ساعات على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني على تحسين العلاقات بين بلديهما، حتى زار الوزير الأمريكي أنتوني بلينكين تايلاند في إطار المساعي لإنشاء تحالف في مواجهة الصين. وقد تعهد بلينكين ونظيره التايلاندي بتعزيز الشراكات في مجالات عدة بين الأمن وأمور أخرى. بلينكين أشار إلى أن تايلاند حليف مهم في منطقة ترسم مسار القرن، وتابع أنهم يأخذون الشراكة مع تايلاند بالكامل إلى القرن 21. هذا ووقعت الولايات المتحدة وتايلاند اتفاقيات لتعميق العلاقات بين البلدين. تشترك بلادنا في نفس الهدف، منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة ومترابطة ومزدهرة ومرنة وآمنة. في السنوات الأخيرة عملنا معا بشكل أوثق نحو هذه الرؤية. علاقتنا الاقتصادية قوية بشكل لا يصدق، وحتى الآن بعد أن انتشر فيروس كورونا فإنها ستزداد قوة. نحن ممتنون لشراكة تايلاند في إطلاق الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ معنا. سيساعد ذلك في إنشاء اقتصاد أقوى وأكثر عدلا ومرونة. بصرف النظر عن بيان شراكة التحالف الاستراتيجي، كان التوقيع الثاني على مذكرة التفاهم لتعزيز مرونة التوريد، وبالتالي يضمن الاتفاق تعاونا قويا ومرنا ومتنوعا في الصناعة السريرية والابتكار التكنولوجي. إلى العراق، حيث أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي وجود فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك جلسة بهذا الخصوص ستعقد بعد العيد. وفي كلمة له خلال إمامته خطبة عيد الأضحى في بغداد، أكد الشيخ الخزعلي أن حسم موضوع رئاسة الوزراء داخل المكون الشيعي لن يتأخر، كما تحدث عن وجود خلاف كردي كبير جدا على منصب رئيس الجمهورية، وأنه أعمق من الخلاف الموجود بين القوى الشيعية. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم رأى من جهته أنه ليس من الضروري أن يكون هناك تغيير جذري للحكومة الحالية. وفي كلمة له خلال إمامته صلاة عيد الأضحى، أكد الحكيم أنه لابد من وجود جهة برلمانية داعمة ومؤسسة لتشكيل الحكومة، وأخرى مراقبة ومحفزة إيجابيا. هناك عدة نقاط نشير إلى أبرزها. أولا، دعم خيار المعارضة البرلمانية الإيجابية وتقويتها، إذ يجب تقوية نظامنا البرلماني من داخل البرلمان نفسه. ليس من الصحيح مشاركة الجميع في الحكومة، كما أنه ليس من الصحيح تنصل الجميع عن دعم الحكومة وتحمل تبعاتها. إلى سريلانكا، حيث تراجعت حدة الاحتجاجات بعد قبول رئيس البلاد الاستقالة. ولا يزال مشاهدينا الوضع غامضا في كولومبو، حيث وافق الرئيس غوتابايا راجابسكا على الاستقالة هذا الأسبوع بعد إجباره على الفرار من قصره الذي اجتاحته الحشود في أعقاب تظاهرات ضخمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد. وكان محتجون في سريلانكا اقتحموا منزل رئيس الوزراء في العاصمة كولومبو وأضرموا فيه النيران.
سلام يا مهدي، النسخة العربية من الأنشودة الإيرانية سلام فارماندي تجتاح لبنان وتصبح ظاهرة اجتماعية، شاركت بإنشادها حشود من مختلف المناطق اللبنانية. تقرير فرح عمر. معشوقي إمام زماني محبوبي. جموع بشرية التحمت روحا وجسدا من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه في ترنيمة واحدة تنادي سلام يا مهدي. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي. وبقلوبهم التي ألهبها شوق الانتظار اجتمع محبون من مختلف أنحاء لبنان في أنشودة تخطت حدود المناطق وتضمنت بعداً اجتماعياً وتربوياً كبيراً في نفوسهم حتى أصبحت ظاهرة اجتماعية فحصدت ملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي. سلام فرمانة سلام زين نسلة غيور جامانة. كلمة الأنشودة الإيرانية والتي ترجمت إلى اللغة العربية استوطنت في أعماق الأجيال من مختلف الأعمار، فاتحدت الحناجر في الساحات والشرفات لتؤكد أن كل ما خيض ضد بيئة المقاومة من حروب مختلفة شاركت فيها قوى من الداخل والخارج باءت بالفشل. نحن نحب الإمام المهدي، جاي شارك عشان ننضل على عهد الإمام المهدي، ومبسوطة عشان عم شارك هيدي الأغنية على السلام يا مهدي، وأنا وإذا غنيتها كتير فرحت. هذه الحشود الكبيرة وهتافات الأطفال البريئة امتزجت مع عذوبة وجاذبية الموسيقى لترسم تحفة بصرية عنوانها كلمتان سلام يا مهدي، فشكلت مشهداً ترددت أصداؤه في الكثير من الأماكن. يا علي صحنا خذنا إنا على العهد. فرح عمر، بيروت، الميادين. سلام يا مهدي. أمل مرقص فنانة فلسطينية غنت التراث الفلسطيني الشعبي ومنها أغنية عن النساء المصراويات اللائي واجهن الإقطاع في الماضي. هناء محمد. نزور اليوم فنانة فلسطينية معروفة جداً، غنت قصائد لشعراء كبار ونبشت في التراث الفلسطيني وأحيته من جديد. سهلة فيك بالميادين، شرفنا. أنا شعرت أهم شيء إذا أنا بدي أحترم نفسي كفنانة لازم أغني غناء الجدات، لازم أعرف أعمل عتابة وشروقي وميجنة ومواويل، بصيرش أنا فنانة ما أعرفش هذا الجانر. الأمر الثاني شعرت أنه أنا كفلسطينية بقيت في الوطن، بدي أثبت للأكثرية اللي هون وللعالم وللإحتلال إلنا جذور واضحة وعندنا موسيقى. كل واحد بيقولوا فيش إشي فيش عندكم، أنتوا أخذتوا الإشي من لبنان، وهذا مش صحيح. قطعنا النصر وياك مرجي بن عامر، هو يوم قطعنا المرج ناحن بليبكا. واو، قطعنا النصر وياك، حياة أبوي لما سمعته إياها وقبل ما نبنيها قال لي يابا هاي من القرن السابع عشر، هيك هو التصور. وبعدين أخذتها من كتاب الشاعر الراحل توفيق زيد صور من الأدب الشعبي، فهناك بكتبها كملحمي. والأهم أنه هي لوحات وصلتنا، مش متأكدين إحنا شو القصة، بس لا شك كانوا في نساء عاملات من كل الأجيال من كل الحالات الاجتماعية، صار مصيبة ببيت الإقطاعي، هربوا وقطعوا مرج بن عامر في صعوبات شديدة، ولما قطعوا مرج بن عامر ناحن بالبكا. فيها بعد التفاخر، فيه نساءنا جدتي وجدتك وجدات جداتنا اللي احنا مكملات دربهم، مش بس كفلسطينيات، كنساء بتشتغل وبتعيل وعندها طموح للافضل.
امرأة بتحب شغلها، بحب كوني فناني، يعني ما بفصل، بقولش انه هي مهنتي، هي حياتي. فأنا طبعاً إن أولادي راحوا للفن ما كانش مفاجئ لي، بالعكس كيفت. وأكبر فخر إنه رغم المغريات اللي العصر بترحى للشباب، ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا، فأنا بحسيت إن بقيوا منتميين وبنفس الوقت منفتحين للعالم، بس بنسوش أصلهن. هناء محميد، الناصرة، الميادين. في أجواء الذكرى السنوية 50 لاغتيال المناضل والأديب الفلسطيني غسان كنفاني، تتوالى الأعمال الفنية التي تجسد سيرته وأعماله. وهذه المرة من إيطاليا، حيث قام فنانون عرب وإيطاليون برسم جدارية تزينها اقتباسات من كتابات الشهيد غسان كنفاني، وذلك تعبيرا عن دعمهم للقضية الفلسطينية وإحياء لسيرة الأديب. دم نكتب لفلسطين على شرف الذكرى 50 لرحيل الكلمة الحلقة، لرحيل الكاتب والمفكر الفلسطيني العظيم الشهيد القائد غسان كنفاني، احتفاء بهذه الذكرى الأليمة وهذا اليوم كانت هذه الكلمة لأصدقاء فلسطين في إيطاليا، كان هذا الفعل وهذه الرسومات التي تذكرنا برحيل هذا الكاتب وهذا المفكر الفلسطيني العظيم. في هذا اليوم كان لابد أن نستذكر بعض الكلمات وبعض المقولات لهذا الكاتب العظيم. إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فقط، بل هي قضية لكل ثوري أينما كان، كقضية للجماهير المستغلة والمضطهدة. هذه الأفكار وهذه الجملة أتت من أصدقاء فلسطينيين، أصدقاء فلسطين في إيطاليا، هم من اختار هذه العبارة وهم من اختار هذا الفعل ليحيوا ذكرى رحيل الشهير غسان كنفاني. عاشت الذكرى ودامت الثورة، وبهذه المناسبة كل عام وشعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في كل مكان بكل خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاضه الله علينا جميعا وقد حررت ديارنا من دنس الاحتلال. عاشت فلسطين، فيفا فلسطينا، فيفا فلسطينا. ختام الظهيرة لليوم مشاهدينا اخترناه كبدايتها من أجواء عيد الأضحى المبارك. هذه المرة من جبال سلطنة عمان، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة ساحرة خطفت الأنظار لمجموعة من المصلين أثناء إقامتهم صلاة العيد على سفح أحد الجبال المرتفعة التي يغطيها الضباب في ولاية الجبل الأخضر. وفازت هذه الصورة بجائزة أفضل صورة معبرة بمناسبة العيد من إذاعة سلطنة عمان. الظهيرة انتهت، نذكر بعناوينها. الله أكبر. حجاج بيت الله الحرام يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. لبيد يقول إن بايدن سيحمل خلال جولته المقبلة رسالة من إسرائيل إلى السعودية، ويحرض على تجديد العقوبات على إيران، ويقول نحتفظ بحرية العمل ضد برنامجها النووي. منظمات دولية ترفض مشاركة فرق إسرائيلية في سباق الدراجات الفرنسي الشهير تور دي فرانس، وناشطون يرفعون علام فلسطين ويصفون إسرائيل بالنظام العنصري. رئيسي يجدد للأسد دعم إيران المطلق لمحور المقاومة وخاصة لسوريا، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها. الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 100 عنصر أوكراني وإسقاط 3 مقاتلات واستهداف المزيد من راجمات الصواريخ الأمريكية. تراجع الاحتجاجات في سريلانكا بعد موافقة الرئيس على الاستقالة الأسبوع المقبل، ومتظاهرون أحرقوا منزل رئيس الحكومة لحثه على خطوة مماثلة. للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدينا دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين .net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين وإلى اللقاء.